من أكثر من 100 سنة كانت مصر من الدول الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط اللي بدأت تهتم بعلوم الفضاء الأساسية في بداية القرن العشرين مع تطوير مرصد حلوان بالمناظير والتلسكوبات وأيضا في فترة الستينات اهتمت مصر بعلوم الفضاء على نطاق واسع جدا بتطوير عمليات متابعة الأعمار الصناعية تطوير علوم الاستشعار عن بعد واستخدامها في خدمة المشاريع القومية لكن فضلت أول خطوة لمصر في مجال صناعه واطلاق الاقمار الصناعيه سنه 98 بعد تدريب كوادرها الفنيه واطلاق اول قمر صناعي مصري لو تفتكروا النايل سات طبعا 101 وده كان في 28 ابريل 1998 بعد نايل سات 101 جت بعد كده خطوه اطلاق اقمار نايل سات 102 و103 ومن سنه 2000 ل 2004 يعني تم اطلاق كل هذه الاقمار لاغراض الاتصالات بعد كده في 2007 حصل تطور جديد مع اطلاق سلسله اقمار ايجيبت سات فبدانا بايجيبت سات واحد للاستشعار عن بعد وحصلت محاوله لاطلاق القمر الصناعي ايجيبت سات 2 سنه 2014 بس فقدنا الاتصال بيه وفي 2015 عوضنا الموضوع ده بالقمر الصناعي ايجيبت سات اي لاغراض الاستشعار في سنه 2019 توالت بقى خطوات برنامج العمار الصناعيه التجريبيه لخدمه البحث العلمي بالقمر الصناعي كيوب سات لخدمه مجالات الزراعه والجيولوجيا وفي اليومين اللي فاتوا كان في حدثين مهمين جدا على المستوى الفضائي الاول استقبال اول صور من القمر الصناعي الجديد نيكست سات اللي اطلقته مصر اول فبراير بهدف توطين تكنولوجيا الفضاء واستخدامه في التطبيقات الزراعيه والتخطيط العمراني والحدث الثاني افتتاح محطه رصد الاقمار الصناعيه في مرصد حلوان اللي بيعتبر ثاني اكبر محطه رصد في العالم بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكيه آه والحقيقه هذا التعاون كان مع مراصد الفلك القوميه في الصين عاوزين نعرف ايه برنامج الفضاء المصري ايه طموحاتنا في آه ماذا تعني هذه الخطوه الاخيره آه باطلاق القمر الصناعي نيكست سات انا كمواطن مصري آه لما يحصل عندي في بلدي توطين لتكنولوجيا الفضاء. أنا كمواطن مصري هستفيد إيه؟ خلوني أرحب بضيفي الكريم الحقيقة الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة وبداية أهمية توطين صناعة الأمار الصناعية لي كمصري أنا هستفيد إيه؟ طبعا هنستفيد حاجة كتير جدا يعني النهارده لما اقول توطين معناها ان انا اللي هنتج مش, ه... مش هستلم أمر تسليم مفتاح زي ما في بعض الدول حتى العربيه بتشتريه يعني كامل يعني ان انا اللي هنتجه وبالتالي هقلل التكلفه وبالتالي هقدر انشر تكنولوجيا والوعي بالاقمار الصناعيه على مستوى الوطن العربي وافريقيا وفي في الاخر هيدر لي ربح كبير جدا يعني لو اتكلمنا على تجربه الهند الهند بدأت بتجربة بسيطة جدا كان واحد اسمه فيكرام ساراباهاي ده أبو الفضاء في الهند، <applause> ابتدى يتكلم على الفضاء وبعدين انديرا غندي تبنت هذا الموضوع والناس هاجموها بشكل كبير جدا احنا عايزين وجبة رز مش عايزين أقمار صناعية فقالت لهم أنا اجيب لكم الأقمار الصناعية اللي هتستكشف أراضي جديدة وتستكشف موارد جديدة لينا بدل ما ناكل طبق رز هنعمل هنزرع هكتارات من الأرز فده كان المهم اذا الاستشعار من بعد يعني على فكره الصناعية. الاستثمار في الاقمار الصناعيه فكره مهمه طبعا بيدر للهند النهارده مبالغ رهيبه هم. يعني الهند وصلت ان هي اطلقت 36 قمر من 70 قمر لانجلترا هم. يعني هي اللي بتطلق الأقمار النهارده اللونشنج بتاع الأقمار وبالتالي بتتكسب بشكل كبير جدا مليارات يعني فالنهارده يعني اكلي وشربي وحياتي اليوميه هتتاثر بان يكون عندي توطين آه شور. لهذه التكنولوجيا في حضرتك آه. وعشان كده احنا القياده السياسيه اهتمت قوي يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وصوله الى سده الحكم آه كان قائد مخابرات قائد أوه. المخابرات وبالتالي يعي تماما ما معنى امر صناعي ما معنى امن قومي لان الامر الصناعي هو المحفوظ على الامن القومي أوه. هو اللي بيراقب حدودي هو اللي بيراقب من التسلل الارهابي هو اللي بيراقب حتى مواردي الداخليه أوه. اذا كان موارد زراعيه او تعدينيه او كذا وبالتالي كان مهتم وما زال مهتم جدا بعمل الاخبار الصناعيه حتى في ظل الظروف الاقتصاديه اللي أوه. كلنا حاسين بيها ومع ذلك بيقول لا نتخلف عن الرجل لا نتخلف عن الركب العالمي بل بالعكس لازم نعمل بنيه تحتيه جيده واحنا شايفين مصر الحمد لله النهارده فيها بنيه تحتيه جيده جدا وبالنسبه برضه للتكنولوجيا والاعمار الصناعيه من اهم التكنولوجيات اهم ما احدثناه في هذا الموضوع في الفتره الاخيره ايه الخطوه المهمه اللي حصلت في مصر؟ حضرتك هنيجي هناخدها من 2019 يلا يعني 2019 حضرتك عملنا ايجيبت سات اي اللي هو كان تعويض عن ايجيبت سات 2 اللي تم فقد الاتصال به وكان تعويض من روسيا وطبعا طبقا للعلاقات الطيبه جدا بين القيادتين الروسيه والمصريه دون الامر من تامين من التامين من قيمه التامين, قيم التأمين بتاعه الامر وعملوه على حسابهم بحوالي 100 مليار دولار 100 مليون دولار فطبعا ده كان شيء عظيم جدا ايش بس ايه ده قمر يعني ايرث اوبزرفنج ساتلايتس او مراقبه الارض بيساعدنا وزي ما قلت لحضرتك برضو مراقبه حدود امن قومي التعرف على الموارد الطبيعيه التعدينيه الماء السطحي ده كان شيء عظيم جدا وامر متفوق جدا بتعمل بيعمل بيعمل تقنيه الكي اه الكي اي دي يعني ايه تقنيه الكي اي دي تقنيات في ال يعني في في او قوه في ال اه في, في الصور نفسها يعني الحصول على الصور يعني لما نقول التقنيه آه النهارده بنقول 4 جي والكلام ده كله معناه ايه هو ال ال التقنيه العاليه في الصور فعملنا ايجيبت اي عملنا وكاله الفضاء المصريه عملنا وكاله الفضاء الافريقيه في مصر عملنا اثنين كيوب سات لأمر الصغيره اللي هي جرام دي تجريبيه وتعليميه هم. ثم عملنا طيبه بقى طيبه ده امر عملاق طيبه 1 ده امر عملاق امر اتصالات بيشتغل على البرود باندز بيشتغل بتقنيه الكي اي زي ما قلت لحضرتك وده طبعا ارتفاع ألف ادم زي امر بس اللي زي التلفزيون بالظبط ارتفاع عالي جدا وبالتالي حمولته بالظبط يعني وزنه 5640 خم... كيلو يعني 5 طن و600 حاجه كبيره جدا وامكانياته عاليه جدا وده من اقوى الاقمار في منطقه الشرق الاوسط آه الجديد اللي حصل الايام دي الجديد نيجي في 23 هم. 23 يعني النكست سيت ده يمكن اخر حاجه كان قبله هيعمل مصر. ايه النكست سيت ده؟ النكست سيت ده قمر تجريبي القمر التجريبي هو دايما عباره عن قمر صغير وعايزين نقول للناس اسمه نكست سيت لانه آه. الحقيقه كل المواقع تقريبا كاتبه نكست بس نكست سيت 1 كمان لأنه حضرتك اقول لهم الاسم الصحيح آه. علشان ما ينفعش نبقى قايلين غلط نكست يعني نكست يعني, ست يعني ست القادم اه one. 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 اه نكست سيت 1 اه لسه آه. هنطلع آه. 2 و 3 ان آه. شاء الله فده قمر تجريبي بيستمر حوالي 6 شهور محطوط عليه حاليا تقنيه اللي هو التصوير الابيض والاسود او بنسميه بان اللي هو بيديني ريزولوشن او قدره تفريقيه لاي معلم 5.7 متر ب 5.7 متر فنقول تجريبي ليه؟ لان بنجرب في تكنولوجيات معينه بن بنوطن في التكنولوجيا ولادنا بيتعلموا عليه بشكل جيد المره الجايه نكسبته هيبقى في تع تعديل اكتر بقى ممكن نعمل حاجه اسمها مالتي سبيكترال اكتر من باند بدل ما باند وحيده وممكن نحسن الريزولوشن وان ممكن فتره الديوريشن الـ 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 تايم او بقائه تزيد فهي دي الأخبار التجريبيه طيب